نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكاناً وأهمها موقعاً، وهي عاصمة فلسطين الاقتصادية. عرفت باهتمامها بالتمدن والحضارة والتعليم، فهي مقر جامعة النجاح الوطنية، أكبر الجامعات الفلسطينية، والدة مدرسة النجاح التي أنشئت في العام 18 من القرن الماضي. هذه الجامعة العريقة التي أولت اهتماماً خاصاً لمختلف العلوم واستقطبت طالبي العلم من أقصى دول المغرب العربي ومشرقه قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كانت أولى الجامعات الفلسطينية التي اهتمت بالرعاية الصحية والطبية من خلال إنشائها كلية الطب البشري في العام 99 و900 وألف، وكذلك إنشاء العديد من الكليات ذات العلاقة بالعلوم الطبية والصحية المختلفة كتخصصات الصيدلة والتمريض والبصريات ودكتور صيدلي، وذلك انطلاقا من قناعتها بالضرورة القصوى لوجود مثل هذه الكلية في شمال فلسطين. لكنها وأمام الواقع الصحي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية وضعف إمكانيات وزارة الصحة بما تملكه من مشافٍ لا يتعدى مجموعها 24 في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي بنسبة 1.2 سرير لكل 1000 نسمة، وهي نسبة تقل في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة والنسبة الأكثر انخفاضا في دول شرق البحر المتوسط، أخذت تدرس فكرة إنشاء مشفى حديث يلبي احتياجات المواطنين من الخدمة الصحية نوعا وكما. هذه الفكرة بزغت منذ 5 سنوات، حيث تم البدء في إنشاء مستشفى النجاح الوطني الجامعي ليكون أحد الصروح الطبية المهمة في فلسطين، وأول مشفى جامعي فيها يجمع بين تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والتعليم الطبي، لا سيما في ظل تمتعه بالموقعين الجغرافي والديموغرافي. فمدينة نابلس التي يتربع هذا المشفى على أحد قمم جبالها تعتبر ثاني أكبر محافظة في الضفة الغربية، حيث تشكل رابطا مهما للعديد من المدن والبلدات الفلسطينية، ما يؤهلها لتكون نقطة مركزية ومقصدا لأكثر من 1,300,000 نسمة من إجمالي سكان الضفة الذين يصل عددهم إلى أكثر من 2,600,000 نسمة. إن تكلفة إتمام إنشاء هذا المشفى الجامعي دون احتساب سعر الأرض والمباني التي تبرعت بها لجنة زكاة نابلس، والذي من المقرر أن تنتهي أعمال البناء والتشطيب للمرحلة الأولى منه في الربع الأول من العام الجاري بمساحة تصل إلى أكثر من 17,000 متر مربع، وصلت إلى أكثر من 40 مليون دولار، وهي التكلفة الإنشائية الكاملة للمرحلة الأولى التي تقدر ب 25 مليون دولار، وما لا يقل عن 15 مليون دولار للتجهيزات، حيث تم توفيرها من عدة جهات مانحة مثل السلطة الوطنية الفلسطينية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تبرعت ببناء مركز سلامة بنت بطي للعيون، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك، وصندوق النقد العربي، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت التي تبرعت ببناء مركز الإسراء لعلاج السرطان، والبنك الإسلامي العربي بفلسطين، وبنك الأردن، وبنك فلسطين، والبنك العربي والبنك الإسلامي للتنمية، UNDP، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية، ولجنة الوقف الخيري في فلسطين، وعدد من المؤسسات وأهل الخير. وتهدف إقامة هذا المشفى الجامعي إلى تطوير الكوادر العاملة في القطاع الصحي وإنتاج كوادر أخرى بكفاءة عالية أيضا، وتشجيع البحث العلمي وتغطية الخدمات الصحية بشكل متوازن جغرافيا، إضافة إلى وقف هجرة الخبرات والعقول. كما يخطط لهذا المشفى الذي سيحوي أكثر من 120 سريرا في مرحلة تشغيله الأولى أن يوفر تخصصات وخدمات طبية غير متوفرة في أماكن أخرى من فلسطين، مما يعزز بالتالي الاعتماد على الذات ويمكنه عند استكماله من استيعاب أكثر من نصف التحويلات الطبية الفلسطينية للخارج التي تصل تكاليفها إلى نحو 100 مليون دولار سنويا تصرف من خزينة دولة فلسطين التي تعاني عجزا مستمرا. ومع البدء التدريجي بتشغيل المرحلة الأولى بشكل عام والمتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، ستكون قدرة المستشفى الاستيعابية حوالي 120 سريرا، حيث سيتمكن من تقديم الخدمات الطبية التالية:
الإسعاف والطوارئ، العيادات الخارجية، غسيل الكلى، العلاج الكيماوي، علاج الثلاسيميا، العلاج الطبيعي والتأهيل، العمليات الجراحية العامة والخاصة، جراحات القلب والقلب المفتوح وإجراءات القسطرة، التنظير العام والخاص والجراحات المنظرية، المختبرات العامة والمتخصصة وبنك الدم، التصوير الشعاعي بأطيافه كافة، العناية المكثفة والمنامات. لكن الأهم في هذه المرحلة هو تشغيل مركز الإسراء لعلاج السرطان الممول من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت، والذي سيكون الأول من نوعه في الضفة الغربية، حيث سيخدم مرضى السرطان في شمال الضفة الذين يمثلون ما نسبته 40% من المصابين بهذا المرض في محافظات الضفة الغربية. وكي يستطيع المستشفى الجامعي العمل بكامل طاقته في هذه المرحلة وتقديم خدماته للجمهور الذي تطمح جامعة النجاح أن يكون مع نهاية الربع الأول من هذا العام، فإن حاجته تقدر ب10 ملايين دولار أخرى لإتمام عملية التشغيل، دون أن يشمل ذلك أيا من أثمان أدوية السرطان. كل هذا يمثل المرحلة الأولى من عمل مستشفى جامعة النجاح الوطنية. أما المرحلة الثانية التي سترفع طاقته الاستيعابية من 120 سريرا إلى 450 سريرا موزعة على 4 مبان مترابطة ومجهزة تجهيزا كاملا، فتبلغ تكلفتها التقديرية للإنشاءات ما يقارب من 80 مليون دولار، فيما تحتاج للتجهيزات إلى ما يقارب 40 مليون دولار أخرى، وهو ما يمكن أن يشكل قفزة نوعية نحو النهوض بالخدمة الصحية الطبية المقدمة للمواطن الفلسطيني وبمستوى التأهيل الأكاديمي والعملي للأطباء الدارسين والخريجين، مما يكرس بالتالي مبدأ الاعتماد على الذات للأجيال القادمة التي تحتاج لتضافر جهود جميع الخيرين كي تنجح جامعة النجاح الوطنية في هذه المهمة الوطنية والإنسانية والحضارية.